ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. صباح الخير مرام. أهلا إسماعيل، صباح النور. مرام، نبدأ من آخر التطورات الدولية. ترامب يكشف عن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ماذا تحدثيننا عن هذه الخطة؟ نعم إسماعيل، يعني طالما قال ترامب في حملته الانتخابية التي يقوم بها بأنه يستطيع إنهاء الصراع الروسي الأوكراني خلال 24 ساعة، ولكن بطبيعة الأحوال في ضمن هذه التصريحات لم يتحدث عن تفاصيل الاتفاق الذي يمكن أن ينهي هذا الصراع، إلا أن صحيفة واشنطن بوست ونقلا عن مصادر مطلعة وكانت ضمن المحادثات بين ترامب ومستشاريه حول هذا الأمر، تحدثت أن ترامب طرح في خطته أن على أوكرانيا أنه يجب الضغط على أوكرانيا لتسليم بعض المناطق إلى روسيا لإنهاء حالة الصراع الحالية، ومن ضمن هذه الأراضي شبه جزيرة القرم وأيضا المنطقة الحدودية منطقة الدنباس. ولكن من خلال تصريحات ترامب قال بأن كل من روسيا وأوكرانيا يسعيان لحفظ ماء الوجه، وبالتالي يجب وأن هناك بعض السكان في أوكرانيا مستعدون لأن يكونوا جزءا من روسيا، وعلى هذا الأساس طرح هذه الخطة. إلا أن صحيفة واشنطن بوست وعبر بعض الأوساط السياسية الخارجية قالت بأن مثل هذا الأمر يعد مكافأة بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، وقد يؤدي إلى توسع سلطته، وهذا الأمر يتعارض مع الخطة أو سياسة ترامب في قيادة العملية لإنهاء هذا الصراع أو هذه الحرب التي تعد من أكبر الحروب البرية الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وخاصة أن ترامب أو الرئيس الحالي جو بايدن قام بكل جهده لدفع أوكرانيا للنصر بهذه المعركة عبر الدعم العسكري الكبير الذي قدمه. ولكن أيضا من خلال بعض التصريحات حول ما جاء في واشنطن بوست، رفضت المتحدث باسم حملة ترامب كارولين ليفيت التعليق على هذا الموضوع، وقالت بأن الصحيفة أساسا لم تذكر أي جهة أو أي مصدر أساسي لهذه التصريحات، وأنه أساسا يوجد غموض حول هذه المصادر، ولم تؤكد لا بالنفي ولا بالإيجاب حول هذه الخطة التي يطرحها ترامب، واكتفت بالقول بأن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الوحيد الذي يتحدث عن إنهاء القتال وعمليات القتل الكبيرة التي تشهدها الأراضي الأوكرانية. وبالتالي يبقى هذا التقرير هو عبارة عن مصادر مجهولة، ولكن بطبيعة الأحوال لترامب مثل هذه التصريحات، ويحاول من خلالها شد الأنظار في الداخل الأمريكي لقوله أنه يستطيع إنهاء الأزمات الخارجية، وخاصة أن الولايات المتحدة يوجد من يعارضها في حكومتها وفي قراراتها بالدعم الأوكراني من الداخل الأمريكي، ويجدون بأن هذه الحرب لا تمت لهم بصلة، وأن الدعم العسكري المقدم يذهب من الضرائب التي يدفعها الشعب الأمريكي. وربما يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب اللعب على هذا الوتر في حملته الانتخابية الحالية. تفضل إسماعيل. مرام، لو انتقلنا إلى كوريا الجنوبية، سيول تطلق قمرا صناعيا ثانيا يشعل سباق التجسس اليوم، يعني كيف تقرأ مثل هذه الخطوات؟ نعم إسماعيل، يعني ربما ننتقل من سلاح أو السباق التسلح البالستي للصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى إلى عسكرة الفضاء كما ذكرت في عنوانك. واليوم كوريا الجنوبية تقوم بإطلاق ثاني قمر صناعي للتجسس في الفضاء من قاعدة فلوريدا الأمريكية، بعد أن قامت بعملية إطلاق أولى ناجحة في
ولاية كاليفورنيا في قاعدة القوات الفضائية الأمريكية. هذه الخطوات تأتي ردا على ما تقوم به كوريا الشمالية من محاولات لإطلاق أقمار صناعية تجسسية في الفضاء، وكان آخرها في تشرين الثاني نوفمبر في العام الماضي، وكانت عملية إطلاق قمر صناعي ناجحة بعد فشل عمليتين وتحطم الصاروخين اللذان يحملان الأقمار الصناعية الكورية الشمالية. بحسب تصريحات وزارة الدفاع كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ ستقوم بإطلاق قمر صناعي تجسسي في منتصف أبريل الحالي، وبالتالي بعد أيام قليلة على أبعد تقدير، على أقرب تقدير كما تحدثت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. أيضا وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك قال بأن روسيا بأن كوريا الجنوبية تمتلك في قمرها الجديد أجهزة استشعار تستطيع بها التقاط صور مختلفة في كافة الظروف الجوية، وهذا ما يعطي قوة لكوريا الجنوبية بعملية الإطلاق هذه ويميزها عن العمليات التي تقوم بها كوريا الشمالية. وبالتالي اليوم ننتقل إلى تصعيد جديد من خلال عسكرة الفضاء ومحاولة كل من الكوريتين السباق للوصول لأكبر أقمار صناعية تجسسية أو أكبر عدد منها في الفضاء. وطبعا تتم هذه العملية بدعم من الولايات المتحدة لحليفتها سيول في هذه العمليات، وردا على كل ما يحاول زعيم بيونغ يانغ أن يقوم به من عمليات تجسسية وإخافة لكوريا الجنوبية وسط تصريحاته التي تصف أن سيول هي العدو الرئيسي بالنسبة لبيونغ يانغ. وعلى هذا الأساس تتم عمليات الرد المباشرة بين إطلاق الأقمار الصناعية سواء من كوريا الشمالية أو حتى الرد من قبل كوريا الجنوبية. تفضل إسماعيل. مرام، لو انتقلنا إلى البرلمان الأوروبي اليوم، ما الجديد فيما يخص سياسة الأوروبيين تجاه إصلاح نظام الهجرة ضمن التكتل؟ نعم، يعني نعلم إسماعيل أن موضوع الهجرة واللاجئين في البرلمان الأوروبي قد سبب توترات وانقسامات على مدار سنوات، وبالتالي اليوم يحاول البرلمان الأوروبي طرح قانون جديد للمصادقة عليه. أبرز بنوده هو تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول التكتل، إضافة إلى وضع آلية للتضامن بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي 27 لتخفيف الضغط عن الدول الأكثر استقبالا لهؤلاء المهاجرين. إلى جانب هذه الإصلاحات التي قد تم طرحها أساسا منذ عام 2020، يوجد إصلاح جديد وهو محاولة الاتحاد الأوروبي زيادة الاتفاقات مع الدول التي تعتبر دول المنشأ أو العبور لهؤلاء المهاجرين مثل تونس ومصر وموريتانيا أيضا. وأيضا من خلال هذه الخطوات يتم إعطاء مبالغ مالية كبيرة لدول العبور للتخفيف من ضغط هجرة المواطنين أو المهاجرين من أراضيهم إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي. أيضا كان هناك قانون يوضع في الإجراءات الجديدة، وهو وضع مراكز بالقرب من حدود الاستقبال للدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين، ومن خلال هذه المراكز يتم دراسة ملفات اللاجئين الواصلين إلى الحدود وتقرير مصيرهم في حال يسمح لهم بتقديم اللجوء أو حتى بإرسالهم إلى دول ثالثة كما هو الحال في إيطاليا واليونان اللتان تعتبران أكثر الدول المعانية من ضغط المهاجرين. وهذا الأمر ربما لاقى بعض الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تقول أنها تمنع بهذه الحالة المهاجرين من حقهم في الحصول على اللجوء بعد وصولهم إلى الأراضي الأوروبية. أيضا يحافظ القانون الجديد بحسب
تصريحات المفوضية الأوروبية الفرنسية فابيل كيلر على أن من يدخل في عملية المطالبة باللجوء يمكن للدول التي تستقبل العدد الأكبر من اللجوء الحصول على المساعدات المالية من دول أخرى، كما هذا القانون الذي طرحته فرنسا في المناقشات. وأيضا كذلك ألمانيا وافقت على مثل هذا الطرح بالنسبة للدول المستقبلة كاليونان وإيطاليا وإسبانيا كما تحدثنا. لكن بطبيعة الأحوال يبقى هذا القانون عبارة عن في موضع الدراسة حتى يتم المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي بشكل رسمي وتعميمه على كافة دول التكتل الأوروبي، وأيضا من خلال هذه الإجراءات أو تحتاج هذه الإجراءات إلى موافقة من كافة الأعضاء. وهناك بعض الخلافات التي تقدمها بعض الدول الأوروبية مثل المجر، وأيضا الأحزاب اليمينية من الدول الأوروبية التي تعارض بند مراكز الهجرة أو مراكز الاستقبال للمهاجرين وتعتبرها أنها انتقاصا للحرية الكاملة التي يعاني منها أو التي يجب إعطائها للمهاجرين على الحدود الأوروبية. وبالتالي يبقى هذا القرار عبارة عن قرار يطرح للبرلمان الأوروبي حتى يصبح ميثاقا بالتصويت عليه رسميا من كافة الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27. تفضل إسماعيل. من موسكو مراسلتنا مرام حمصي جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.